دكتور عماد عندنا اليوم وصفات روعة اللي غادي تقدمهم لنا. تنتكلموا اليوم على الخمول والنقص ديال التونوس أو كيفاش تسترجعوا الحيوية والنشاط ديالكم ديال الجسم ديالكم في هذه المرحلة الانتقالية من فصل الشتاء إلى فصل الربيع، ويكون دائما الإنسان كيقلب وكيطمح وكيوصل كيحقق هذا التوازن هذا دياله ما بين الجسم اللي هو المادة وما بين الفكر والروح. شنو هي أهم الوصفات؟ أكيد، وخاصة أن دابا فصل الربيع راه من غيجي إن شاء الله، خصنا نفتحوا بحال الوريضات إذا نرجعوا للحياة الطبيعية، الحياة الطبيعية ديالنا. فالوصفة الأولى اللي قلنا وصفة مصفية للجسم من التسمم، هذه الناس مثلا اللي كيف قلنا جاتهم نزلات البرد أو كلاو مثلا استهلكوا الكثير من الأدوية خلال هذه الأسابيع، هذه غادي تكون شي حاجة مهمة أكيد غتصلح لهم الجسم. بالفعل غتصلح الناس اللي عندهم الحساسية كذلك باش تنقص من نسبة الهيستامينات في الذات، وغادي تصلح كذلك تصفية الجسم من كاع دوك الشوائب، الخلايا الميتة اللي كتكون عندنا في الدم ديالنا، الكريات الحمراء اللي ميتة كذلك، فهي غتعطينا واحد التصفية شاملة، ونحاولوا أننا نداوموا عليها من هنا يوصل فصل الربيع إن شاء الله. الوصفة غادي نستعملوا فيها الكمون البلدي، اللي غادي نستعملوا حبوب ماشي مطحون، غادي نستعملوا القشور ديال البرتقال. نعم. وقعقله لا كاردامون. القشور ديال البرتقال دكتور عماد يكونوا طريين ولا خصهم يكونوا يبسين؟ لا طريين، لا طريين، يعني داك القشور اللي غيتقشروا داك الساعه اكيد ديال الليمونه. بالفعل، وانا تعممت هذه الفتره لان هذه المواد كلها موجوده في الفتره هذه، ونستافدوا من ديك لا فريشور ديالها. اذا الكمون حبوب كناخذوا معلقه كبيره، القشور ديال البرتقال كناخذوا قشره ديال البرتقاله وحده كنقشروها، وقعقله كناخذوا ثلاثه ديال الحبات فقط. إذا نمشيو بهاد المقادير عفاكم، ما نزيدو ما نقصو عليهم. قال هي حبة الهيل، حبة الهيل أو الكاردموم بالنسبة للناس اللي ساكنين خارج أرض الوطن. إذا الكمون حبوب معلقة كبيرة، قشور ديال البرتقالة وحدة، قعقلة ثلاثة ديال الحبات، كنضيفو ليهم كاس كبير ديال الماء مغلي، كنخليوه حتى كيطلق واحد 10 ديال الدقائق، كنصفيوه وكنشربوا هاد المحلول هذا على الريق في الصباح. يعني هذا المخلوق الخليط عفوا ما يتطبخش في الماء؟ لا، الماء يتطبخ بوحده غليان بحال غديروا اون تيزان ولا اون انفوزيون، وكتخويو عليه الماء وتخليوه مرقد واحد 10 ديال الدقائق ومن بعد يتصفى وعادي تشرب. اكيد كناخذوه على الريق في الصباح وكنداوموا عليه واحد المده ديال شهر. ملي كنقولوا على الريق يعني بدا الانسان اليوم ديالو بهذا المحلول هذا، شحال ديال الوقت خاصو من بعد عاد يقدر يفطر؟ واحد ربع ساعه ماشي مشكل، يعني يشربوا هو الاول، يشربوا دافي ولا عادي برد ماشي مشكل، غير ما يكونش برد بزاف ما كاينش مشكل فيه. واش هناك ناس اللي غير منصوح ياخذوا هذا المحلول؟ هذا جميع الناس يمكنهم ياخذوا، حتى الناس اللي عندهم امراض مزمنه، لان تعمدت ندير مواد اللي ما عندهاش اعراض جانبيه. شحال المده ديال الاستعمال؟ شهر. استعملوا واحد الشهير. نعم، فغادي يعطينا فائده ان شاء الله. هذا كيرجع الحيويه والنشاط للجسم وتصفيه كامله للجسم. فالاسبوع الاول كنوليو كنحسوا بهذا الاختلاف هذا. الوصفه الثانيه غادي هذه الوصفه غنستعملوا فيها ما يسمى بالنباتات اللي كتعطي الطاقه الايجابيه. عندنا هذه النباتات هذه اللي عندنا كتكون عندنا في البيت ديالنا، ولكن ما كنستعملوهاش بالطريقه السليمه ديالها. فهنا غادي نحاول ندير واحد الوصفه اللي غنجمعوا فيها اربعه ديال النباتات. كاين القهوه ولكن غنستعملوها حبوب ما مطحوناش، غنستعملوا الباديان كذلك نجمه ما مطحوناش، ورق سيدنا موسى لو لوغي نوبل، والابزار حبوب. اذا اربعه ديال المواد نعاودوها. الحبات ديال القهوه، اذا 10 ديال الحبات ديال القهوه ما مطحونينش. الباديان كناخذوا نجمه وحده حبه وحده، ورق سيدنا موسى كناخذوا وريقه وحده ديال سيدنا موسى متوسطه، الابزار حبوب كناخذوا 5 ديال الحبات فقط. بالضبط. اكيد السيدات اللي عندهم لسان كبي اللي هي خلطه ديال الحبات ديال الابزار، واش ياخذوا منها؟ اكيد لا، الا عندها الخلطه ديال دوك يعني دوك الابزار اللي كيكون احمر وابيض بالالوان ماشي مشكل، المهم 5 ديال الحبات. شوف يا هي كيكونوا ملونين، واخا ملونين لان نفس الماده اللي كتكون فيهم، لانه كنعرف الكثير من السيدات دابا عندهم هاد لسان كبي في الدار كيخدموا بهم، اذا ناخذوا 5 ديال الحبات ديال الابزار اكيد فكلهم فيهم ماده البيبيرين. يعني درجه ديال النشوفيه كما قلنا لنا، كل ما نشفنا الابزار كيعطينا اللون. كنبداو من الخضر وكنوصلوا حتى اللون الاسود، هذوك لي دوغري ديال التنشاف، ولكن الماده لا بيبيغي اللي فيه هي اللي كتهمنا. اذا قلنا حبات القهوه كناخذوا 10 ديال الحبات ما مطحونينش، الباديان كناخذوا حبه وحده، ورق سيدنا موسى كناخذوا ورقه متوسطه، وخمسة ديال الحبات ديال الابصار حتى هما ما مطحونينش، كنزيدوا عليهم كاس صغير ديال الماء مغلي حتى كيطلق مزيان واحد 10 دقائق، كنصفيوا هذا المحلول وكنشربوه نصف ساعه بعد الفطور. اذا كنفطروا نص ساعه كنشربوا هذا المحلول هذا، هي مره واحده في النهار. نعم. كافيه كل يوم،
وكنداوموا عليه مده ديال 15 يوم فقط. هذا نقولوا مشروب السعاده. اكيد كيعطي الاحساس بالسعاده بالفعل. شنو كيطرا كينشط الدوره الدمويه وكي كيعطينا تنشيط للدوره الدمويه، كيعاون المناعه ديالنا باش كتقوى. وهذا الربعه ديال المواد كل ماده كتاثر على جانب، يعني كاين الجهاز، الا قلنا الجهاز العصبي عندنا لاباديان، قلنا القهوه العضلات القلب يعني والعضلات ديال الجسم كامل. هضرنا على اوراق سيدنا موسى، فاوراق سيدنا موسى كيعطينا ذاك التوازن ديال الغده الدرقيه وديال الغدد. ولا هضرنا على الابزار اللي خصنا نردوا ليه البال، الابزار مهم جدا للجهاز الهضمي، راه كيما الناس غالطين في هذه الفكره، فهو كيرفع المناعه ديال الجهاز الهضمي. سؤال اخير سبق لنا في البرنامج تكلمنا على ورقه سيدنا موسى اللي غير منصوح ياخذوها شكون؟ الناس اللي عندهم المشكل ديال الكلاوي او أكيد. القصور الكلاوي. نعم، اذا هذا المشروب ما يصلحش للناس اللي عندهم مشاكل نعم ديال لي غان. متفق معك اختي سناء، فالناس اللي عندهم الكبد وعندهم قصر كلاوي فهذوما ما كندخلوهمش في هذه الخانه. علاش؟ لانهما ممنوع عليهم منعا كليا، فالطبيب راه كيقول لهم هكا انهم ياخذوا شي ماده طبيعيه ولا شي حاجه بلا ما يستشروش مع الطبيب. وكل حاله كيكون عندها مجموعه ديال الاغذيه ومجموعه ديال الامور اللي ما كيخصهاش تاخذها، وكل طبيب يعني كل مريض كيقول ليه الطبيب شنو هي الحميه الخاصه به. تبارك الله عليك دكتور عماد. الله يبارك فيك، دائما متالق. شكرا على هذه الوصفات الرائعه، جوج الوصفات هذه كلها سر وصفه وتوازن وصحه وراحه ديالكم. ان شاء الله جربوها وردوا علينا الاخبار. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.